السلام عليكم، تمام؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ هسه احنا مجمعات شارع فلسطين ورب نادي. هسه احنا يم مجمع براند كوين، طبعا ارخص مجمع موجود هناك. اي خط عبرنا على 5000 دينار. واكو عندهم جوا براندات، تعالوا نشوف الاسعار جوا. حبايب قلبي، لا تنسونا باللايك والاشتراك، احبكم واموت عليكم، ومتابعة ممتعة ان شاء الله. طبعا عندهم هذا هنا الرياضي كله على 8000 دينار، وهذا الفوق على 10000 دينار. هذا الفوق ودنل بهذا الستان، يعني من 5 للـ 8 هنا. هذولي على 8000. شوف عند البرمودات دني على 5000 او شورت، ودني على شقد؟ هم على 5. عنده دني هم على 5. هاي يقول سوينا عليها عرض بس فتش. طبعا هذا كان ب 12 هسه ب 8000. هذا تراك نسائي. هنا ام ال 15 سووها على 10000 دينار. هاي مكرم السامع اي نعال اي شحاطة على 3000 دينار. هاي بس ولادي؟ ولادي بناتي نسائي. ها ولادي بناتي نسائي. كلش هواية. شوف هسه هنا راح نطب جوا. طبعا جوا الاسعار جدا مختلفة، الاسعار راح تكون لان كلها براندات. حبيبي عندك هاي شو يسمونه، فستان او شنو؟ كوستم. كوستم بناتي من سنين لحد 16 سنة. حلو. هذا شلون سعر الكوستم؟ سعر كان 50 هسه 35. هسه 45. 40000. حلو. هذا قياساته شنو؟ من 10 لحد 16. من 10 لحد 16 سنة. زين هذا اللي بصفه؟ هذا بصفه. اي. سعره كان 35 هسه 25. هسه 25000. الفوق هذا مال الاطفال. تعال ابو الحسن واحد مو اثنين. من سنتين لحد 8 سنين. من سنتين لحد 8 سنين السعر مالته؟ السعر مالته 35 هسه 25. من 35 نزلوه لل 25000. هذا كوستم بناتي. حلو. من سنتين لـ 8 سنين. السعر مالته؟ 37. من 37 نزلوه لل 30000. اي هذا الاوبر كلش حلو. مع
السنة. من السنتين لحد ال 12 هذا سعره شلون؟ حاليا سعره 25. 25 كوستم بناتي. كوستم بناتي حلو. شلون سعره هذا؟ 45 صار على 40. من ال 45 لل 40. هذا نفس السعر؟ هذا نفس السعر. ها ذولي كلهم نفس السعر. هاي هنا أغلبها نفس الأسعار. يعني قلنا 40 25 30 35. زين ذن الفوق هم نفس الأسعار؟ ذن الفسافير. أي شلون أسعار هنذني؟ يتراوحن أو؟ من 35 ألف دينار صارن هسه كلها على 25. ها من 35 صارن على 25 ألف. 35 40 صارن على 28 25. هاد. لها قطع حلوة ويقول براندات يعني مرتبة. كابت بالنسبة لذني من كل التخفيضات صار كلها صار عليها تخفيض من الأربعين صار أو 45 قطعة كلها صارت بخمسة وثلاثين. عندك هالسعر قطعة بكسام 25 صارت بخمسة عشر. هاي أبو 15 هذي هذا بصفة 35 بصفة 15 عندك ذني أي. أسعاره من 35 يكون هنا على 25 صار كله على 25 صار كله على 25. هاي التخفيضات ورا العيد صارت؟ اي نعم قبل العيد وبعد العيد احنا يوميا مسوين عروض وتخفيضات. اه حلو يعني عروضكم مستمرة يعني ساعة قميص كل تبيع ب 10 احنا سوينا على 6000 جنيه. عاشت ايدك هسه هم نوصل له بدلات أعراس. أي بدلات أعراس. من 45 شارين. أي. كل قطعة على 25. على 25 ألف. زين وهاي اللي بصفة؟ هذا 8000. 8000. راكب 8000. ولا تراكم على 8. زين هذا هسه من ضمن الاتراك اللي. همين من ضمن الاتراكات هذا اللي. طبعا يصير مالتن بنطرون. شوف عنده ذني على 25؟ ايه كله على 25. هذا كله على 25 ألف. هاي بالنسبة للفساتين. وذني الفوق هم على 25؟ ايه نعم. وذني هم على 25 ألف. وعندنا هاي هنا كلها تخفيض على 10000 دينار. هذا الفوق هم على 10؟ اي نعم. هذا فستان بناتي هم على 10. وذولي؟ على 10 وعلى 8. على 10 وعلى 8000. شوف ما شاء الله هو المجمع مو؟ نعم. أيه. المجمع مالتهم كلش كبير يعني شوف ما شاء الله كل هذا المحل وبعد اكو جوه همين غراض وكل شو كلاش تلقون عنده كأطفال نسائي ولادي شنو ببالكم تلقون عنده. والرقم مالته هم راح اخليه بالوصف اي احد حاب استفسار يتصل عليه. عنده هاي تراكات هاي نسائي لو ولادي؟ اكو نسائي واكو ولادي كله على 10000 وعلى 8000 وكب 6000 كان على 12 هسه بيش 8000 وب 6 وكو على 5 وكو على 5 هذا ولادي وحتى على 5 عنده.
هاي هم عنده على 8 وعلى 5000 دينار. هم بديات. شوف هنا حتى حديث ولادة عندهم، وطبعا هذا قسم وبعد راح يجيبون اكثر واكثر مو ان شاء الله. كل شغلات حديث الولادة راح تلقونها هنا. بالنسبة للاسعار كل قطعة 5000، كل قطعة على 5000 دينار، يعني هذا المجمع ما تحتار به، يعني اكو على 5 وكو على 3 كل شيء عندهم. هذا المجمع يوفر لك فلوسك. شوف هاي كلها قطع مال حديثين ولادة. على 10 ها كلهم صارن على 5000 دينار. هاي وهاي هيك اللي يجي ها هم على 5. هذا مو عبالو يا شورت دول على شقد؟ على 15 في الجوال دني وظني من ضمن ابو 5. يعني هسه هذا ابو اليلك هم على 5؟ حلو. يقول ما عندي شيء ب 10000 دينار، كله ب 8 و 5000. يعني شو يسوي لكم بعد؟ ما شاء الله اسعاره جدا حلوه. هذا سعره ايش قد؟ 33 هسه 28 سعره 28 ألف حاليا 25 24 طبعا. والحلو موديلات شبابية أطفال يعني. أي أطفال شبابي. بس موديل شبابي. أي هذا 28 على 25 ألف زين. هذا كله يجي ويا يعني برمودة؟ كله برمودة. برمودا وكبر هذا هم يجي ويا برمودا؟ لا هذا قمصان بس على 5000. ها هاي من ضمن القميص ابو 5 بس. فد شيء ما شاء الله كلش حلوات. شوف هنا هم مسوين تخفيضات، كانت القطع على 30 وازيد هسه كله على 25000. هذا القسم يعني هو ما شاء الله المحل مجزئين اجزاء وفتشيبي وشغلات كلش حلوة. يعني اكيد اذا تدخل وعندك اطفال اكيد راح تشتري. عندك دني على 35 ألف دول بس، والباقي على 25، وهاي الباقيات على 25 ألف.
زين بالنسبة للبنطلون بناطير على الجشقد حجي 15 على 10000 على 5000 ها 15 وعلى 10 وعلى حتى 5 هاي بالنسبة للبنطلون شوف عده هاي على 12000 وبعد هذا الستاند شبي كيش دني على 20000 هاي على 20000 بناتيات ومرتبات هذا هم على 20 هم على 20 يعني تقريبا هذا الستاند هم على 20 اغلب البي لا لا اه الاغلبية هذا كله على 20000 هذا البنطلون مثل ما قلنا 5 وب 15 وب 10 3000 الساعة 5000 3000 الساعة كانت ب 8 كانت ب 8000 هسه بيش؟ ب 5 اكو على 3 ونص ب 5 وعلى 3000 دينار حتى اكسسوارات عندهم شوف يعني هسه هاي طواقة نسائية هاي شلون سعر الطول؟ هذا 1000 ونص هذا اللي هدايا هدا ها لانه هدايا حلو يعني ببلاش تطوهم تركك بعد اخذ لك واحد قلبك هاي ميداليات هاي ميداليات 2000 دينار زين بالنسبة للمحابس مال الحابس على 1000 ونص وعلى 1000 هاي الساعة اللي تصير نساء ورجالي هاي 15000 والجوزدان 5000 دينار ملابس داخلية رجالية مال أطفال كل شيء ما شاء الله جواريب كالونات زين هاي على شقد الكالونات الجواريب كالون على 3.5 الجواريب على شقد على 3.5 وعلى 2000 دينار شوف طبعا هسه عندهم هذا الستاند منا وللأخير هذا كله على 3.5 بس باع الموديلات اللي موجودة عندهم شوف عندك هذا هنا أكثر من موديل وفد شي يخبر طبعا هذا يجي كامل شوف هنا هذا فد شي هذا كل موديل والوانه هذا كل موديل الوانه موجوده مو قياسات قياسات هم مالتين شوف طبعا المكان كلش ضيق شوف طبعا عندهم هذا الستان كله على 5000 دينار شوف هذا كله على 5000 دينار